ابن بدر بنون وهو معاه التدريبات وقد ايه الحقيقه يعني في روح حلوه وحاله حلوه، وخصوصا انه بدر بنون دلوقتي جماهير النادي الاهلي فعلا بتتكلم انه كانه بقاله مع النادي الاهلي كتير جدا. ده اللاعب اللي جه كانت اول مباراه ليه كانت نهائي كاس مصر، وشفنا وده معلق جدا في اذهان جماهير النادي الاهلي انه من اول مباراه ليه كانت نهائي، ومش سهل ابدا على اي لاعب الحقيقه ان اول مباراه ليه تكون نهائي بطوله. لكن هو علشان لاعب شخصيته قائد، وده دايما كنا بنتكلم عليه فيه ان هو ليدر ان هو قائد، الحقيقه هو كان قد ده جدا. كانت اول يعني كان بيشوط يمكن ركله جزاء وكانت منتهى الثقه وهو بيلعبها، كل الناس كانت بتتكلم ايه الثقه في النفس دي. في الاول كان يمكن في كلام ده لسه جاي هينزل الماتش ده وهينزل الماتش نهائي وهيلعب ركله جزاء، بس الناس لما شافت ده وشافت قد ايه عنده مسؤوليه، راجل في الملعب بيبني الهجمه صح الحقيقه، وتحس ان في قائد كده انت مطمن، وبدر بنون موجود، ده الحقيقه علق قوي مع جماهير النادي الاهلي. وهي جماهير النادي الاهلي حقيقة بتحب انه اللاعب واي شخص بيحب فريقه وبيشجعه بيتبسط دايما لما بيشوف انه في اللاعب الجديد ده قدر ان هو يندمج بسرعه مع الفريق، قدر بسرعه ان هو يكون ليه شخصيه، قدر بسرعه ان هو يحقق انجازات او يحقق نتائج ايجابيه في المباراه ايا كان مركزه، مدافع مهاجم. يعني دلوقتي الدنيا ما بقتش زي زمان، دايما كنا نتكلم زمان اكتر على المهاجم اللي بيجيب اهداف، بتكلم على ميسي ورونالدو عشان دول على طول بيجيبوا اهداف، لكن فاهمه قد ايه اهميه المدافع وبنتكلم عنه وانه قد ايه فارق جدا مع اي فريق لما يبقى عندي في حراسه المرمى الشناوي بالشكل ده، يبقى عندي بدر بنون طبعا في الدفاع وكل اللعيبه، فده كله بيبقى فيه اشاده، والاشاده دي الحقيقه من جماهير النادي الاهلي اعتقد بتفرق جدا مع اللعيبه وبتديهم ثقه. الدعم اللي من جماهير النادي الاهلي ده هو ده اللي بتكلم فيه، ان احنا الفتره دي محتاجين قوي دعم جماهير النادي الاهلي اللي ما بيغيبش على الفريق الحقيقه، هو على طول موجود، يعني كل الجماهير على طول في ظهر الفريق ايا كان اللي بيحصل. وقت الاشاعات ده الفريق الحقيقه بيقدر وقت الاشاعات ده الفريق بيقدر يعدي ده، وكمان اللعيبه بتقدر تعدي ده، وكمان الجماهير بتبقى عارفه كويس قوي ازاي تدافع عن الفريق، ودايما يقولوا كلمه كبيره انه لو فتحوا لنا المدرجات هيشوفوا احنا اللي هنرد في الملعب ازاي. والحقيقه يعني شابو لجماهير النادي الاهلي اللي دايما في ظهر الفريق والحامي الكبير بتاع الفريق. عايزين نشوف تاني قائمه فريق طلائع الجيش جاهزه معانا الحقيقه، خليني مع حضراتكم على الـ على الـ على الشاشه. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بنون، محمد هاني، محمود وحيد، سعد سمير، عمرو السليه، حمدي فتحي، ديانج، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، محمود عبد المنعم كهربا طبعا، حسين الشحات اللي بيعود مره تانية، طاهر محمد طاهر، وجوبير شريف، ومروان محسن. كمان عن مباراه بكره خليني اقول لحضراتكم انه الحكم محمود البنا هو اللي هيدير لقاء الاهلي وطلائع الجيش المقرر ليها ان شاء الله بكره، وهتكون على استاد الاهلي والسلام ضمن منافسات الجوله ال 14 من بطوله الدوري الممتاز. نادي الاهلي بيدخل المباراه دي وعينه طبعا زي ما قلت على ضروره الفوز علشان يستعيد نغمه الانتصارات بعد الخساره الاخيره من سيمبا التنزاني، وكمان لانه الحقيقه الدوري زي ما قلت كده عندنا مؤجلات، احنا بنتكلم في ان احنا عايزين ان شاء الله نرجع لمركزنا الاساسي اللي هو اول الدوري. نروح بقى لجريده ذا سان البريطانيه الحقيقه اللي كشفت عن قائمه رواتب لاعبي ليفربول خلال الموسم الحالي. وفقا لصحيفه ذا سان الحقيقه ان ليفربول بيبذل كل المجهود اللي عنده، كل ما في وسعه ان هو يبعد محمد صلاح عن ريال مدريد وبرشلونه، وطبعا حضراتكم متابعين بقالكم فتره انه في كلام كتير ان خلاص صلاح يسيب ليفربول.